السبب من شنجان أصغر سيارة سيدان في أسطول سيارات شنجان نستعرضها لكم بشكل كامل. طبعا هذه السيارة صغيرة متميزة بمزايا كثيرة راح نعددها لكم بشكل كامل، فخلوكم معانا. قبل لا نبدأ هذه التغطية لا تنسى الاشتراك والاعجاب بالفيديو دعما للقناة، واكتبوا لنا في التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم في الايام الجاية. السلام عليكم ورحمة الله، اسعد الله اوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. كالعادة سارة تغطيتنا لليوم نتكلم فيها عن اصغر سيارة سيدان في اسطول سيارات شنجان على العلامة الصينية L7 موديل 2022. طبعا كحجم طبعا السيارة صغيرة الحجم، لكن تعتبر هي الأنسب بين المنافسات لعدة أسباب راح نذكرها لكم بعد التغطية بشكل كامل. نبدأ نتكلم عن المحرك والواجهة الأمامية. طبعا المحرك ما شاء الله 4 اسطورات دفع أمامي 1500 سي سي الأحصنة فيها 105 حصان والعزم 145 نيوتن. طبعا عليها فئتين، فئة الفل كامل وفئة الستاندر. بالنسبة للفئتين فيها نفس المحرك. نجي للواجهة الأمامية، طبعا في فئة الفل كامل تتميز بإضاءة LED. من دون ما راح نتكلم عن فئة الفل كامل لأن بالسابق استعرضتها لكم، راح أترك لكم إياها في قناة الوصف. راح نركز بث التغطية على فئة الستاندر. الواجهة الأمامية إضاءات هيلوجين بالنسبة للعالي والواطي كلها هيلوجين، مع إضاءة طبعا إشارة الانعطاف موجودة أكيد في الواجهة الأمامية. الشبكة الأمامي جاي بتصميم جميل، تصميم أنيق ورياضي. طبعا نفس التصميم هذا على جميع سيارات شنجان إن كانت الإيدو أو السي إس. هوية شنجان في الواجهة الأمامية بالأسفل فتحات للتهوية بالإضافة لتطعيمات كروم بشكل بسيط. طبعا ما شاء الله صدام بالجزء السفلي جاي بارز كان عليه كت رياضي بتصميم جميل. هوية شنجان ما شاء الله بارزة في الواجهة الأمامية. هذه الإضاءات عدسات طبعا تجي فيها العالي والواطي كلها. الجزء الجانبي جنوط حديد، إشارات بالمرايات، المقابض والمرايات كلها بلون السيارة. هذا الجزء الخلفي فيها الزعنف اللي موجودة بالخلف. هذه طبعا التصميم الرياضي بالجزء الخلفي اكيد. تقييم استهلاك القود، كلة البنزين كم يمشينا شنجان ايده؟ كلة البنزين يمشينا 18.3 كيلو. التقييم ممتاز، بلاس بنزين 91، دفع امامي 2022، المحرك 1500 سي سي. طبعا مرتبط بناقل حركه من 5 سرعات. المساحه الخلفيه تعتبر مناسبه جدا. راح نتكلم عن منافسات شنجان L7، فبالدرجه الاولى راح نتكلم عن كيا بيجاسو، سوزوكي ديزاير، بالاخير مستبيشي اتراج. هذه المساحه الخلفيه تعتبر مناسبه، وكيلها بالمملكه المجدوعي. هذه الاطارات الاستبنة، وهذه الدعاسات بطانة موجودة بالجزء الخلفي، إشارات هيلوجين، المشدوعي وكيلة مثل ما ذكرنا ضمان سيارات شنجان 5 سنوات أو 150,000 كيلو، أيهما أسبق؟ طبعا بالنسبة لفئة الستاندر فسعره ب 33,000 ريال، بالنسبة لفئة الفول كامل سعره ب 37,000 ريال. فأسعار متقاربة، حتى لو أن المواصفات تعتبر أو الاختلافات تعتبر بسيطة بين الفئتين. أعطونا رأيكم في خانة التعليقات عن شنجان إيدو L7. نشوف الجزء الداخلي أو المقصورة الداخلية بمعنى أصح. وهذه جاي ما شاء الله الجزء الداخلي أو المراتب الداخلية جاي باللون البيج بلون جميل وأنيق. المساحة الخلفية تعتبر مناسبة نوعا ما. خلونا ندخل نجربها. بكل أريحية
الرقابة الداخلية من الكروم، طبعا من الكروم النقابة الداخلية، عليه تطريز باللون الأبيض، تطريز منتشر فيها بشكل كبير بشكل جميل، تطريز اللي هو باللون الأبيض. وهذا الجزء طبعا بلاستيك، هذا الجزء جلد، هذا الجزء بلاستيك، 5 أحزمة أمان أكيد عليها، بالإضافة لتثبيت مرتبة الأطفال بالخلف. نوافذ كهربائية، مقابض كروم، قفل مركزي، التحكم بالمرايات الجانبية، الجير مثل ما قلنا 5 سرعات، هذا التحكم بمناخ السيارة، التكييف، الميديا، هذه ريموت السيارة، فيها الفتح والإغلاق وفتح الشنطة، طبعا فيها مفتاحين وريموت واحد. هذا الجزء جاي بيونو بلاك، هذه الشاشة جاي شاشتين، حاملات أكواب 2، بريك إلكتروني أو بريك المحذرة يدوي، اتعودنا على السيارة الصينية كلها بريك إلكتروني. هذا الدرج، وهنا مساحة تخزين بالإضافة لمنفذ USB. هذه المساحة طبعا قلنا في البداية أنها متميزة أول حاجة بالحجم، حجم السيارة جدا مناسب، غير كذا طبعا السعر، سعره بين منافساتها تعتبر الأرخص، 38,000 ريال شامل الضريبة و 650، بالإضافة لي الضمان 5 سنوات أو 150,000 كيلو أيهما أسبق، طبعا هذه ميزة ثانية. وفي الأخير الميزة الأخيرة، طبعا تكلمنا عن السعر وتكلمنا عن الحجم وتكلمنا عن الضمان، هذا التحكم بالمستوى الإنارة، إضاءة داخلية هلوجين، هذه الشماسات ما فيها مرايات، طبعا ما شاء الله وكيلها المشجوعي. هذا الجزء كله كروم بشكل كامل، جاء بتصميم جميل ومناسب، تصميم جميل، حتى الألوان اللي بهذا الجزء يعتبر جدا مناسب. هذا التكييف بيانو بلاك، ضمانها 5 سنوات أو 150,000 كيلو. بكذا أتمنى هذه التغطية، أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمونا بلايك طبعا مثل ما قلنا في البداية، واكتبوا لنا في خانة التعليقات ايش رأيكم في السيارة أو ايش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالمستقبل. في أمان الله.